هابل، المقرب الشهير الذي أنار أبصارنا بأسرار الكون. والذي وسع فهمنا لمصير المجرات. وعرفنا إلى قوى كونية هائلة لم نكن نعلم بوجودها. هذا عالم هابل المذهل. المقرب الأهم في الأرض لم يلامس الكوكب. يدور مقرب هابل الفضائي على بعد 650 كيلومترا فوق الأرض، ويدور حولها كل 97 دقيقة. مراياه القوية ترى كل شيء. إنها تلمح النجوم التي تتشكل فيها عوالم جديدة. وعنف انفجارات تلك النجوم، وتسلط الضوء على الثقوب السوداء. هابل هو الباب الذي ولجنا منه إلى أكبر أسرار هذا الكون. لكن الآن هذا المقراب في خطر فقدانه للأبد. تعطلت بعض أدواته المهمة كالكاميرا الرئيسة وآلة تحليل الضوء والتي تدعى بمخططات الطيف أو سبكتروغراف، أدوات تحديد اتجاه مسار هابل في الفضاء. تعطلت أيضا، والأسوأ من هذا كله أنه آخذ بالسقوط. المقراب البالغ وزنه 12 طنا وبحجم حافلة مدرسية يسقط باتجاه كوكب الأرض ببطء. نحن فرصته الوحيدة للنجاة، لكن مهمة إنقاذ هابل قد تكون محفوفة بالأخطار. لا أعلم إن كان بإمكاني أن أطلب من رائد فضاء المخاطرة بحياته للصعود وإصلاح هابل. ذلك خيار شخصي صعب، لكن إن سألت أحدهم لن يتردد. رائد الفضاء جون غرينسفيلد تولى هذه المهمة وانطلق نحو هابل في أكتوبر تشرين الأول 2008. تم الاحتراق. 2-1 أقلع. الذهاب إلى هابل مخاطرة محسوبة. الطيران إلى الفضاء خطر بكل معنى الكلمة، ولكني قررت أنه يستحق أن أخاطر بحياتي من أجله. لماذا يستحق مقراب قديم بلغ معدل عمره 20 سنة المخاطرة؟ لأن هابل مستمر في إذهالنا بالتفاصيل المفاجئة التي تخص الكون، كما فعل منذ إطلاقه عام 90. لطالما تساءل العلماء عن نشأة النجوم الشبيهة بشمسنا. العالم جيف هيستر من جامعة أريزونا يعلم أن النجوم نشأت من غمامات من الغازات والغبار، وما يأمل اكتشافه هو كيف تكونت النجوم من هذا الغمام. يشك الفلكيون أن سديم النسر ربما يمتلك الأدلة، لكن حتى أقوى المقربات على الأرض لا يمكنها تصويره بوضوح. في ربيع عام 95 وجه هيستر مقراب هابل باتجاه سديم النسر، وحين استلم الصور من هابل لم يصدق هيستر ما رآه. هذه أول صور يلتقطها هابل لسديم النسر الذي يبعد 6500 سنة ضوئية. ظهرت فيها 3 أعمدة من الغازات والغبار. البرج على اليمين طوله 4 سنين ضوئية. ما يعني
يعطيها هذا الشكل المميز هو حقيقة أنها بحسابات المسافات في الكون قريبة من نجوم ضخمة جدا شديدة الحرارة جدا وذات ألق ساطع يغرق ما حوله بقدر هائل من الأشعة فوق البنفسجية فيجسد محيطه بهذه الأشكال. هذه الأعمدة السماوية لم تكن تظهر بهذا التفصيل المذهل. لأول مرة يرى العلماء أن العمود مرقة بكتل غازية. هل تلك الكتل هي الحلقة المفقودة في إدراك تكون النجوم؟ أسمى هيستر الكتل بالكرات الغازية المتبخرة إكس اختصارا. تكشف الصورة أن هناك نجوما صغيرة تتكون داخل إكس. ما نراه الآن هو في الواقع لقطات لعملية ديناميكية جدا، لقطات لتغيير جار، وكجزء من ذلك التغيير يولد جيل جديد من النجوم. هذا أحد الأمثلة، يمكنكم رؤية هذه النقطة الحمراء وهي النجم، وهو أمر جميل حيث يتضح النجم الواقع أعلى كتل الإكس. في هذه الصورة يظهر الإكس صغيرا، لكن المكان كاف ليتسع لمجموعتنا الشمسية بكاملها. كتل الغاز الساخنة هي المرحلة الأولى في تشكل النجم، وتسمى الأعمدة التي تقع أعلاها أعمدة النشأة. صورة هابل التي تخص سديم النسر تظهر مرحلة مبكرة من تكون النجوم، وما لا يظهره هو المرحلة التالية، أي خروج النجم من الإكس. حصلنا على الجواب من الصور التي التقطها هابل عام 94 على بعد 1500 سنة ضوئية عن الأرض. يقع سديم أوريون، وكما الحال مع سديم النسر، يمثل أوريون موطن نشأة للنجوم. حين تفحص العلماء الصور اكتشفوا بقعا داكنة صغيرة. أقراصا مسطحة من الغاز والغبار تشكلت بفعل الإكس المتحررة، تسمى البقع أقراص الكواكب الأولية أو بروبلت اختصارا. الكتلة الحارة البرتقالية في المركز تجتذب المواد المتنافرة من الأقراص المحيطة، وهذا يضغط المادة في مركز الكتلة ويزداد الضغط وترتفع حرارة الكتلة. في النهاية ستصبح الكتلة حارة جدا مسببة انصهارا نوويا ويولد النجم. الحرارة والإشعاع الناتجان عن الاندماج يولدان رياحا نجمية تكنس المواد المتناثرة في القرص بعيدا، لكن بعض هذه المواد تبقى في المدار المحيط بالنجم الجديد، ومع الوقت تتجمع الكتل بشكل عقد تنمو وتتطور لتكون كوكبا. إن عدنا 4.5 مليون سنة ونظرنا إلى تكون الشمس والمجموعة الشمسية، ستكون تلك هي البيئة التي تضمنا. أرانا هابل تكون كل مجموعة شمسية جديدة، وأجاب عن سؤال قديم: كيف تكونت شمسنا وكذلك كوكب أرضنا؟ فيما وراء سديمي النسر وأوريون هناك نجوم أكبر تصنع مناطق جديدة ضمن مجرتنا درب التبانة. يتساءل العلماء إن كانت دورة حياة النجوم متشابهة في المناطق الأبعد. في مارس آذار 2005 أرسل هابل صورا لهدف جديد، سديم كارينا، أحد أكبر مناطق تشكل النجوم في السماء. لكن البيانات الأولية التي أرسلها هابل لا تبدو كهذه. إظهار صور تساعد العلماء على كشف أسرار من هذه البيانات
مسؤولية خبير الصور زولت ليفاي. أنا تعلقت بتلك الصور، لكن ليس فقط لقيمتها الجمالية، بل لأنني أقضي وقتا طويلا في العمل عليها. ترد بيانات الصور من هابل بالأبيض والأسود. يقوم ليفاي بتلوين الصور وفقا للعناصر الكيميائية التي تلتقطها أدوات هابل. الأزرق هو أكسجين، والأحمر هو كبريت، والأخضر هو هيدروجين. يعمل ليفاي سنة لينتج الصورة الكاملة من فسيفساء 48 صورة منفصلة. صور هابل لكارينا تظهر منطقة تبعد حوالي 50 سنة ضوئية. هنا أيضا الأجز التي ستصبح يوما نجوما تسبح في فلكها الكواكب. بين آلاف النجوم المتكونة حديثا تكمن مفاجأة. بين أروقة غمامة سديم كارينا التقط هابل احتضار نجم ضخم جدا. احتضار نجم بالنسبة للعلماء هو فرصة لنرى مستقبل مجموعتنا الشمسية. تظهر صور مقراب هابل قذائف غازية كالبتلات، هي في الحقيقة شواهد قبور. جمالها خداع. جدران الألوان هذه تمثل الطبقات الخارجية لنجم شبيه بشمسنا، ومع نفاد الوقود منه تتوسع هذه الطبقات حتى تعجز جاذبيته عن جذبها أكثر، وفي النهاية تنطلق في الفضاء. عام 2004 التقط هابل صورا تعطينا لمحة عن مصيرنا. سديم اللولب. مع توسع الطبقات الخارجية للنجم تولد كرة ساخنة من الأكسجين والكربون المتصلب، يسميها الفلكيون القزم الأبيض. يوما ما سيحدث الأمر ذاته لشمسنا، سينفد وقود الشمس وسيتسبب ذلك بتوسعها لتصبح نجما أحمر ضخما. هذا خبر سيء لعالمنا، سترتفع درجة حرارة كوكبنا لآلاف الدرجات المئوية، وستفنى كل الكائنات على الأرض. جدار من الغاز الساخن سيكنس الأرض وكل ما في مجموعتنا الشمسية ويتوجه نحو الفضاء، وكل كوكب وقمر في طريقه سيحترق. والشيء الذي سيتبقى من شمسنا هو بقعة ملونة يمكن رؤيتها على بعد آلاف السنين الضوئية، كهذا. لذا تم تحذير البشر، لدينا 5 مليارات سنة لنترك هذا المكان. لكن حتى موت شمسنا لا يقارن بالسقوط العنيف. هناك نجوم أضخم من كوكب الشمس بمئات المرات، وكلما زاد حجم النجم قصرت حياته وكان موته أكثر عنفا. نجوم كهذه تنفجر ككرة رهيبة من النار في عملية تعرف بالمستعر الأعظم أو السوبرنوفا. لا تنفجر كل النجوم مشكلة السوبرنوفا، لا يمكن للشمس فعل ذلك مثلا، فهي لا تمتلك الطاقة الكافية ولا الكتلة لإحداث تفاعلات تؤدي إلى انفجار النجم. هناك نجوم قليلة في المجرة يمكنها فعل ذلك. في كل نجم هناك توازن دقيق بين الجاذبية الداخلية والضغط الخارجي الناتج عن الحرارة التي تولد بفعل الانصهار النووي، وحين ينفد الوقود يفقد الضغط الخارجي اللازم للموازنة، فتكون الجاذبية هي الطاغية. ينكمش النجم وينفجر. قوة المستعر الأعظم تدمر النجم وكل ما يحيط به.
كان النجم قريبا من الأرض ستندفع موجة من أشعة جاما نحونا، وقد تدمر الأقمار الصناعية وتسبب انقطاع الطاقة الكهربائية في العالم. في الواقع انفجر نجم ضخم سلفا في مجرتنا، ومقراب هابل سجل صورة لما حصل بعد ذلك. سديم السرطان هو الحطام المتمدد من السوبر نوفا والذي وقع عام 1054. انفجار المستعر الأعظم سجله الفلكيون الصينيون، لذا نعلم بالضبط متى وقع. حطام المستعر الأعظم أو السوبر نوفا الذي عمره 1000 سنة ما زال يزحف في الفضاء بسرعة 5 ملايين كيلومتر في الساعة، لكن الصور تفوق مجرد لقطات للتاريخ. هذه الخيوط المترابطة في نسيج توفر أدلة لطبيعة الحياة بحد ذاتها، عناصر أساسية لازمة لخلق حياة موجودة داخل النجم. عند انفجار النجم تتناثر هذه العناصر في الكون وتخترق غيوم السديم البعيدة التي تكون كواكب جديدة وحياة جديدة. يكون الهيموغلوبين أحمر حين ننزف، وسبب اللون الأحمر هو الأكسجين والحديد في الدم الذي يتولد بفعل المستعر الأعظم، كما أن خاتم الزفاف والكالسيوم في العظام تشكلا بفعل المستعر الأعظم أيضا. إذا نحن نتعلم الكثير عن الكون عند موت نجم ما. يزود هابل العلماء بخبرة كبيرة عبر مراقبة نجم واحد تحديدا، إيتا كارينا في سديم كارينا. هذا النجم غامض، يبدو أن كتلته أكبر من كتلة الشمس بمئات المرات، وكلما ازدادت كتلة النجم ازدادت حرارته، ويكون سطحه حارا جدا ولا يحتفظ بالغاز نفسه، لذا فهو يبث الغازات بشكل مستمر ودائم. لأكثر من عقد التقط هابل عدة صور لإيتا كارينا، تظهر الصور فصين كبيرين من الغاز الساخن جدا المنبعث من السطح. رغم أن إيتا كارينا نجم حديث، فإن ضخامة كتلته تجعله غير مستقر، لن يدوم هذا النجم طويلا. إيتا كارينا نجم يمكننا الإشارة إليه والقول أجل إنه سيذوي. حين يموت إيتا كارينا سيولد أحد أكثر أشكال المستعر الأعظم تدميرا. حين يصلنا ضوء ذلك الانفجار سيكون منظرا استثنائيا جدا، سيكون ساطعا مثل البدر المكتمل. سوف يكون الضوء مركزا في نقطة في السماء وسيسلط ظلا في الليل. تبدأ الألعاب النارية حين ينفد وقود النجم. سيدمر النجم الضخم نفسه خلال ثوان. مركز النجم المنفجر سيواجه أشد مرحلة من الكارثة، وحين يحدث ذلك سيولد هذا الظاهرة الكونية التي أسرت مخيلات الفلكيين فترة طويلة، الثقب الأسود. ظاهرة الثقب الأسود الغامضة تنتج عن الانفجار العنيف والقوي للمستعر الأعظم، نظريا على الأقل. قبل هابل لم يكن هناك دليل قاطع على وجود الثقب الأسود،
إن المفهوم الحديث للثقب الأسود مصدره النظرية النسبية لأينشتاين. إن أخذت مادة وجعلتها ذات كتلة وكثافة هائلة، فإن الجاذبية ستكون قوية كفاية لخلق مساحة في الفضاء لا يمكن للضوء النفاذ منها. إنها فعليا ثقب في الفضاء، إن دخلت فيه فلن تخرج منه. هذا فخ كوني. بحسب نظرية أينشتاين، يبدأ الثقب الأسود بنجم كبير جدا، أكبر 4 مرات من الشمس على الأقل. إن الثقب الأسود هو شيء بسيط، إنه في الواقع كتلة تتضاءل لدرجة أن حقل الجاذبية حولها سيكون قويا بحيث لا يمكن للضوء مغادرته أو النفاذ خلاله. لذا حتى لو حاول أن يبعث أشعة، فإن فوتوناته ستهوي للداخل، ستبتلعها جاذبية الثقب الأسود ولن ترى أبدا. أثناء انفجار السوبرنوفا، اللب الداخلي للنجم ينهار في نقطة أصغر من رأس الدبوس. يسمي الفلكيون هذه النقطة بالمتفردة أو السينجولاريتي. المتفردة شيء لا طول له أو عرض أو ارتفاع، لكن تتركز فيه معظم جاذبية النجم الأصلي. إحدى الأهداف الرئيسة لهابل هي إثبات وجود الثقوب السوداء أو عدم وجودها. لكن كيف نفتش عن نقطة غير مرئية؟ قرر الفلكيون توجيه هابل لتفحص مراكز المجرة. كان قرارا حكيما. اكتشفوا أن النجوم الواقعة بشكل أقرب من مركز المجرة تدور بسرعة عالية. لا تتصرف النجوم هكذا عادة، معظمها تتحرك بسرعة بطيئة نسبيا. لكن في مركز المجرة تتحرك النجوم بفعل جاذبية شيء معين ضخم، لكنه مكتنز جدا. هناك سبب واحد لهذا التأثير، الثقب الأسود الأسطوري. ورد دليل آخر على الثقب الأسود من صور هابل لنفث غامض يبعد 5000 سنة ضوئية، نفث يخترق المجرة الإهليجية المسماة بM87. النفث في المجرة M87 سببه شدة الغاز والغبار المتراكمين داخل الثقب الأسود. هناك تراكمات كثيرة تسبب ازدحاما، فيتراص الغاز والغبار مكونين قرصا. بعض من هذه المواد ينفذ ويولد النفث. ويبرز الثقب الأسود بالضوء الساطع. إن العلاقة بين المجرة والثقب الأسود داخلها لم يدرك حتى الآن، لكن الفلكيين يظنون أن الثقب الأسود يلعب دورا هاما في تشكل المجرات. ما نعرفه حتى الآن أن في كل مجرة كبيرة ثقبا أسود في مركزها. لا نعلم تماما كيف يحدث ذلك. حتما للأمر علاقة بالغاز المتراكم مع تطور المجرة. تلسكوب هابل الفضائي كشف لنا صورة عن أصل العلاقة المتجذرة بين الثقوب السوداء والمجرات، وهذا أمر جلي عند النظر إلى M87 وكذلك المجرات الأخرى. قبل هابل كانت الثقوب السوداء نظرية غير مثبتة من المعرفة الفلكية. لقد غير مقراب هابل الفضائي ذلك إلى الأبد. القوى العنيفة التي تشكل النجوم في الفضاء تساهم في تشكل مجموعتنا الشمسية أيضا.
صيف عام 92 المذنب شومي كارليفي 9 أو SL9 مر قريبا جدا من المشتري. والآن المذنب الذي بطول الكيلومتر و800 متر عالق بسبب جاذبية الكوكب العالية، ثم انفصل SL9 وانتشرت الشظايا مسافة طويلة، وأظهر هابل ذلك في صورة اسمها خيط اللآلئ. تقترح البيانات أن هذه الأجرام ستصطدم مع المشتري قريبا، لذا فإن الفلكية هايدي هيمل قدمت طلبا لناسا. لقد عرفنا لعقود كثيرة أن الاصطدامات جزء هام جدا من تطور النظام الشمسي، وإن نظرت إلى القمر سترى الفوهات البركانية، لذا نحن نعلم أن الاصطدامات مهمة حتى على سطح الأرض. علمنا لعقود كثيرة أن الاصطدامات لعبت دورا كبيرا، لكن لم تتسنى لنا فرصة لرؤية اصطدام. سيظهر SL9 أن هذه الاصطدامات ليست مجرد جزء من الماضي فقط، بل جزءا من الحاضر والمستقبل. جزء من تحدي SL9 أن يحمل هابل على متابعة الحدث بشكل مباشر. عادة يتابع المقراب الأحداث التي حدثت قبل ملايين السنين، لكن موت المذنب سيحدث بسرعة. في سبتمبر تموز عام 94 اجتمع الفريق في المؤسسة العلمية للمقراب الفضائي في بالتيمور لمشاهدة اصطدام مذنب مع الكوكب. لم نعلم ماذا كان سيحدث حين يصطدم شو ميكارليفاي 9 بالمشتري، وكان من الممكن جدا ألا يحدث شيء على الإطلاق. الصورة الأولى لشو ميكارليفي 9 وردت ولم تظهر أي آثار للاصطدام. لكن بعد ذلك وردت صور جديدة. انظروا، أوه يا إلهي، أرأيتم ذلك؟ لقد دار الكوكب بدرجة كافية جعلت موقع الاصطدام مرئيا على القرص، وكان ضخما. كان الفريق يشاهد اصطدام المذنب بالكوكب بشكل مباشر. كانت لحظة تاريخية في الكون. كان المراسلون والكاميرات متمركزين في القاعة العلوية. وفي الوقت ذاته على شاشة المؤتمر الصحفي كان جين شوميكر يقول: علينا رؤية هذه الأشياء. وكنا في الأسفل مذهولين بالمشهد وأردنا عرضه. لم يكن بإمكاننا تجاهل الأمر، أصبحنا على علم به. علمنا. ها هي قادمة، إنها تدخل. هيا، إنها قادمة، إنها قادمة. ثم وقفت جانبا وكانوا جالسين عند الطاولة. وأظن أن هناك ربما مستجدات من هايدي هامل. لدي بيانات وصلت في الطابعة الليزرية، أحدث ما حصلنا عليه. يمكننا رؤية موقع التصادم. طوال أسبوع كامل التقط هابل صور اصطدام شوميكرلي في 9 مع كوكب المشتري. حسبنا ارتفاعات الانفجارات في كوكب المشتري
وقد بلغت قرابة 3000 كيلومتر على الغلاف الجوي للمشتري. لقد كانت الانفجارات ضخمة جدا وكان لها تأثير واسع على الكوكب، فقد خلفت غيوما انتشرت لمسافة 1000 الكيلومترات، وقد بلغت درجات الحرارة 10000 الدرجات المئوية. لذا إن اصطدم مذنب مثل SL9 بالأرض فإن كارثة ستقع لا محالة. صور هابل تلك تثبت أن الاصطدامات العنيفة التي شكلت كوكبنا قبل مليارات السنين مستمرة في الوقت الحاضر. تسبب شوميكر ليفي 9 بيوم مدمر لكوكب المشتري، لكن حين استدار مقراب هابل نحو بقعة فارغة في الفضاء اكتشف أمرا أثار المجتمع العلمي. في شتاء عام 95 تم إرسال سلسلة أوامر إلى حاسوب مقراب هابل، جعلت المقراب يدور ليتجه نحو بقعة تبدو فارغة في الفضاء. تركزت عدسة هابل القوية على منطقة واحدة في الفضاء طوال 10 أيام متتابعة، ما قدم سلسلة واجهات عرفت باسم حقل هابل البعيد. كانت فكرة حقل هابل البعيد فكرة مذهلة جدا، أن نأخذ مقرابا فضائيا ونوجهه نحو جزء يبدو فارغا من السماء ونتركه ونلتقط له صورا، ثم نوجهه نحو جزء فارغ آخر ثم آخر ثم آخر، ثم نجمع تلك الصور. وما سنراه عند فعل هذا هو ما ندعوه حقل هابل البعيد، حيث نرى بشكل متعمق في الكون، نرى المجرات، نرى الآلاف المؤلفة من المجرات، حقلا مزدحما يشبه التقاط صور لحقل تملأه اليراعات ليلا. ورغم ذلك تكون تلك الأجزاء أجزاء بدت فارغة في السماء. كل بقعة في السماء في الصور التي التقطها هابل تمثل مجرة تضم مليارات النجوم، تم تصوير هذه المجرات في مراحل تطور مختلفة. منذ وقت قريب من تكون الكون حتى تشكل المجرات الحلزونية مثل مجرة درب التبانة، والاصطدامات منتشرة في حقل هابل البعيد، أي أن المجرات ما زالت مستمرة في التصادم وتحطيم بعضها البعض. نحن نقدر أن هناك المليارات من المجرات في هذا الكون الواسع، لكن حين ترى حقل هابل البعيد تتفهم أنك ترى مجرد جزء صغير جدا من السماء، وبالرغم من ذلك فهو محتشد بالمجرات، وينبئك ذلك أن الكون هو مكان مذهل حقا ومزدحم فعلا. إن تاريخ المجرات في النمو والتغير مثبت في هذه الصورة في حقل هابل البعيد. لكن أروع اكتشافات هابل لا يمكن رؤيته على الإطلاق. شيء يضم قوة كبيرة ويجعل الكون متماسكا بشدة. لعدة سنوات تفاجأ الفلكيون من أمثال كيم ويفر بسلوك المجرات. عبر مراقبتنا للأمور كنا نرى عددا كبيرا من المجرات، ولكننا لم نكن نفهمها جيدا، مثلا طريقة دوران المجرات. أطراف المجرة الحلزونية تتحرك أسرع مما تسمح به القوانين الفيزيائية، وقد لاحظ الفلكيون أمورا أخرى غريبة.
هناك تجمعات مجرات تضم داخلها مئات الآلاف من المجرات. تجمعات المجرات هذه مترابطة مع بعضها البعض، وما زالت المجرات تدور بعد كل هذا الوقت. ما سبب ارتباطها بهذه المجاميع؟ هناك شيء يخلق جاذبية ورابطا يثبت هذه المجرات في مكانها ويجعلها مستمرة في دورانها ونحن لا نراه. بما أن بعض المجرات تحيط بها هالة من مادة مجهولة، فقد افترض الفلكيون أن هذه المادة تتصرف كصمغ يثبت الكون في مكانه، اسمها المادة السوداء. ورغم أنه لا يمكننا رؤية المادة السوداء، اكتشف أحد الفلكيين طريقة لإيجادها. أخذنا مقراب هابل الفضائي، وعلى مدى السنتين الماضيتين جمعنا صورة مؤلفة من 600 لقطة ببطء تم تجميعها لتشكل بقعة واسعة في السماء تمكننا من رؤية مليوني مجرة باهتة. وقد كانت تلك الدراسة لمقراب هابل الكوني أكبر دراسة للفضاء. كشفت الدراسة أن النجوم والمجرات تتكون من مادة عادية تعلق بفعل الجاذبية داخل غيوم المادة السوداء. هذه البقعة المجسمة من المادة السوداء التي أظهرها هابل لأول مرة في التاريخ تظهر أن المادة السوداء تشكل أساس الكون. بعد الاصطدامات الكبيرة تبين أن جاذبية المادة السوداء هي التي شكلت أساس التغير التطوري للكون. في الواقع المادة السوداء هي اللبنة الأساسية في بناء الكون، وبالرغم من قدر أهميتها لوجودنا لا فكرة للفلكيين حتى الآن عن حقيقة المادة السوداء. يرينا هذا الجدول كل العناصر الموجودة في الكون التي نراها بشكل يومي. كل المواد الملموسة التي يمكننا رؤيتها ولمسها وتذوقها أو الإحساس بها موجودة في الجدول، لكن ليس المادة السوداء. بفضل هابل أوجد الفلكيون طريقة لتحديد موقعها وقياسها. وجدوا أن المادة السوداء في الكون موجودة بمقدار 5 أضعاف مقارنة بالمواد الملموسة. لكن إن جمعنا المادة السوداء والمواد الملموسة التي تشكل النجوم والكواكب يتضح أننا ما زلنا نجهل ثلثي الكون. إذن مما يتكون باقي الكون؟ مرة أخرى لجأ العلماء إلى هابل لنيل الإجابات، ومرة أخرى يغير مقراب هابل فهمنا للواقع. منذ عشرينيات القرن الماضي أيقن الفلكيون بتوسع الكون، وقد افترضوا أن الجاذبية ستبطئ أو توقف الكون يوما ما. أعلم أن الكون أخذ بالتباطؤ، والسؤال هو كم؟ جواب هذا السؤال سيحسم النقاش حول عمر الكون ومصيره، وقد أصبح ذلك سباقا. وجد هنا فريقان متنافسان، لقد كانا يحاولان قياس معدل توسع الكون، وذلك في أوقات مختلفة في الماضي، وذلك من أجل مقارنتها بمعدل توسعه الآن. طريقة التحقق تتم عبر هابل. وجدت انفجارات المستعر الأعظم في مجرات بعيدة، واستخدم الضوء الناتج عن الانفجار كمقياس لقياس المسافة بين الأرض والمجرة. لكن اكتشافات هابل لا تتطابق مع النموذج لتوسع الكون. ليست المجرات التي بها انفجارات مستعر أعظم آخذة بالابتعاد فقط، بل تتحرك بتسارع أيضا. أقنعت نتائج هابل الفلكيين أن عليهم التفكير في الكون بطريقة جديدة. إن رميت كرة تتوقع أن تسقط وتتباطأ، لكن لا تتوقع أن تأخذ بالتسارع أكثر فأكثر، فليس من الممكن أن يحدث هذا. لكن الأمر وارد. وفقا لأدلة هابل الكون آخذ بالتوسع بشكل متسارع،
والتفسير الوحيد بسيط جدا وغير محتمل أيضا. ثمة شيء يسبب زيادة سرعة توسع الكون، إنها قوة غير مرئية اسمها الطاقة السوداء. الطاقة السوداء إظهار آخر لقوة الجاذبية المألوفة، لكننا لم نرها سابقا تسلك هذا السلوك. لكن أكثر جزء غامض في هذه الأحجية هو مستقبلها، ستزداد قوتها مع مرور الوقت. هذا يعني أنه يوما ما ستصبح الطاقة السوداء أقوى من الجاذبية، وأقوى أيضا من القوى التي تربط الذرات مع بعضها البعض. سوف تتفكك كل أواصر الربط حتى تصل المستوى ما دون الذري. يبدو أن عمر هذا الكون قصير جدا، وذات يوم سيحدث ما يسميه العلماء والفلكيون بالتمزق الكبير. هذا ما نواجهه حين ننظر إلى شيء نجهله. نحن خارج الموقف ولن نتوقع ذلك. إنه تغير كبير في طريقة تفكيرنا في الكون. تخيلوا أننا لا نعلم شيئا عن البحر، وذات يوم نكتشف المحيط ونفاجأ بأن 3/4 العالم تغطيه المحيطات، لكن لا فكرة لدينا عما يوجد في المحيط أو ما هو تأثيره. وهذا تماما هو حالنا في الوقت الحالي بالنسبة إلى الطاقة السوداء. الدراسة المتواصلة للطاقة السوداء هي أهم سبب لإبقاء هابل في الفضاء. لكن كم سنبقي هابل محلقا؟ بعد قرابة 20 سنة على إطلاقه، ما زال مقرب هابل الفضائي يتقن أساليب جديدة. حين يهبط مكوك أتلانتس في نهاية مهمة الصيانة، سيتم تشغيل الكاميرا الفضائية واسعة المدى 3 الجديدة، مما سيوسع نطاق عمل هابل. والأداة الجديدة الأخرى هي مرسمة الطيف الكوني، التي ستنبئنا بالمزيد عن تأثير المادة السوداء في المجرات البعيدة. لكن حتى بوضع أدوات جديدة، فإن أيام هابل معدودة، حيث إن المكوك سيدخل أيضا آلة ستنهي رحلة هابل في الفضاء. في نهاية المهمة، عند انتهاء أعمال هابل وقبل حلول اللحظة الأخيرة وعودتنا، أنا متأكد تماما من أنني سألقي نظرة ولمحة أخيرة على هابل، لأنني أظن أنها المرة الأخيرة التي سيزور فيها الناس مقراب هابل الفضائي. وبعد أن استغله ناس كثيرون، فإنني سأقوم نيابة عنهم وعني بمعانقة هابل للمرة الأخيرة وشكره على ما قدمه لنا قبل أن نتخلى عنه في رحلة الاستكشاف الجديدة لمقراب هابل الفضائي. يصعب علي أن أفكر في نهاية مهمة مقراب هابل الفضائي، لأنه في الوقت الحالي يقدم الكثير، أو هذا ما سيحدث متى ما تمكننا من إصلاحه ثانية. إنه مقراب قوي وقدراته فريدة جدا، وسوف تبقى كذلك دوما. ستكون خسارة ألا يتولى هابل المراقبة من أجلنا بعد الآن. يوم حدوث هذا سوف يتلقى مقراب هابل الفضائي أمرا أخيرا للتوقف والعودة إلى الأرض. سوف يحترق المقراب الدائر مع دخوله الغلاف الجوي للأرض، وسيدخل التاريخ. سيحرص المراقبون على أن يسقط المقراب الضخم في المحيط الهادئ.
ستكون لحظة مؤثرة لمن اعتاد على هابل منا، فقد كان جزءا مذهلا من حياتنا وأتاح لنا القيام بأعمال رائعة، لكن في الوقت ذاته نحن طموحون. الجيل القادم من المقربات الفضائية اسمه مقراب جيمس ويب الفضائي، ويقرر إطلاقه عام 2013. سيتفوق مقراب جيمس ويب على مقراب هابل تماما، سوف يصل إلى ما وراء القمر، وسيتوازن بين قوى الجذب الخاصة بالأرض والقمر والشمس. برز مقراب جيمس ويب بعدما قدم هابل أملا في التقاط صور الكواكب المحيطة بالنجوم الأخرى. نأمل يوما ما بالإضافة إلى إيجاد كواكب شبيهة بالأرض أن نتحقق من أجوائها ونحللها كيميائيا ونرى إن كان هناك آثار حياة. ليس هذا خيالا علميا أو حلما، نحن في تقدم سريع. ويب سيتقدم بالعلم أكثر مما فعل هابل، لكن سيكون هابل الرائد دائما، فهو أول مقراب فضائي وأول مقراب بالنسبة إلى البشر. لقد استعمله العلماء، لكن العامة يقيمون الصور التي تم التقاطها عبر هذا المقراب أكثر من ذي قبل، لذا فقد طور مقراب هابل علم الفلك بالنسبة إلى العامة. إذا أيقظت شخصا ما وكان مواطنا عاديا في البلاد وسألته عن اسم مقراب فسيقول مقراب هابل. حدد هابل حدودنا وسهل لنا الاكتشاف وكل ما هو جديد، ومع تقدمنا نحو المستقبل آمل أن نجد طريقة للحفاظ على هذه القدرة، لأنه حالما نفقدها ستعمى أبصارنا عن الكون. دار مقراب هابل حول الأرض آلاف المرات، ودار حولنا مرارا وتكرارا، أنار أبصارنا على اكتشافات مثيرة جدا للاهتمام، وزودنا بصور مذهلة، وعلم العقل البشري عن الماضي والمستقبل بشكل فاق إدراكنا لما نسأل عنه في كوننا المعجز. سأبدأ معكم سلسلة لشرح آلية عمل الروبوت الذي صنعته بالتفصيل، كيفية صناعة أجزائه وآلية عملها لغرض إفادة الباحثين في مجال الروبوتكس في عالمنا العربي والإسلامي. أرجو أن تنال هذه السلسلة رضاكم، وأحب أشكر كافة التعليقات المشجعة والداعمين لي معنويا، وأرجو أن يكون هذا المحتوى عند حسن ظنكم. إذا أرجو المتابعة. الروبوت كما تشاهدونه طوله 130 سنتيم أو ارتفاعه 130 سنتيم وعرضه 60×55 سنتيم. يتكون من ذراع واحدة، طول الذراع 75 سنتيم، وفيه 7 درجات من الحرية. وفي علم الروبوتكس 7 درجات معناتها 7 مفاصل يستطيع الذراع الروبوتي أن يتحرك بها في محاور X و Y و Z. سنبدأ بشرح قاعدة الروبوت أو الجهاز التي فيها متحكمات المنطقية التي استخدمتها، عبارة عن عدد 6 أردوينوات لكل مفصل أو محرك أردوينو واحد. الأردوينو هو متحكم منطقي قابل للبرمجة، ولغته البرمجية سهلة التعلم، وهو عبارة عن open source، أي من البرامج مفتوحة المصدر،
متاحة للاستخدام. مثل ما قلنا، كل مفصل يتحكم بمحرك من محركات الذراع. السلام عليكم من جديد. الآن سوف أكمل شرح تركيب ذراع الروبوت والمفاصل التي تتكون منها. طبعا في الفيديو السابق بعد إكمالي شرح مفصل الساعد أو Z2 الآن سوف أقوم بشرح المفصل التالي وهو ما أسميه مفصل X الخاص بحركة القبضة بمحور X وهو مركب فوق محور إخراج مفاعل الساعد. طبعا تكون من سيرفو MG995 لعزم يوفر عزم داره 2.5 كيلوغرام سنتيمتر. طبعا هذا المحور لا يتحمل وزن كبير لأنه يدور بموازاة محور دوران السيرفو، لكن كانت مشكلة صناعته هي كيفية حشره أو وضعه بحيز صغير على ذراع مفاعل الساعد، عبارة عن هاتين المحملين كرويين مثبتين ببراكيت عدد 2 وقارنتين إحداها مربوطة مع محور السيرفو والثانية مربوطة بهيكل أو فريم المفصل التالي وهو ما أسميه مفصل Z3 وهو مفصل مهم جدا لزيادة قدرة الروبوت على مسك ورفع الأشياء والتحكم بها. وهو مفصل Z3 وهو يماثل اليد البشرية، هذا المفصل طبعا عبارة عن أيضا سيرفو نوع MG995 مربوط على محوره إطار محركات القبضة كما تشاهدون. طبعا هذه الأجزاء كلها مصنوعة، يعني الفريمات وذرع الروبوت معظمها مصنوعة يدويا من قبلي ومقطوعة بالمناشير اليدوية. مثل هذه القبضة نحتها بالمنشار والمبرد وحركين القبضة. قبضة عبارة عن ذراعين أيمن وأيسر. في المحرك هو أيضا سيرفو تحكم به عبر ريليات. القبضة قادرة على مسك وزن مقدارها 1.25 كيلوغرام بدون أي انزلاق أو انفلات، وما يعادل وزن قنينة مشروبات غازية من الحجم المتوسط أو الكبير ما لا أعرف العائلي. هذه هي المفاصل، قبضة واحدة. طيب هذا محرك دي سي موتور مع جير بوكس اسمه بالانجليزي 5 فولتس جيرد دي سي موتور، يعني صندوق تروس محرك دي سي موتور 5 فولت مع صندوق تروس. صندوق تروس فيه هذين المحورين الاخراج شفتات بيض لون الابيض، هذه محاور بيضاء. نعمل تركيبة كرينك ذراع كرينك
هذه وفق هذه الحسابات. نقوم بقطع صفائح من الخشب أو زبلية المعادن بطول 2 سنتيم وعرض سنتيم واحد، ونثقب الثقوب مسافة بين كل ثقب وآخر 1 سنتيم، ثم عدد 4 قطع. نقوم بتوسعة أحد قطعتين من هذه الأربع قطع. نقوم بتوسعة الثقب لكي يلائم شكل المحور هذا المحور الأبيض. واسطة الثقب بالمثقاب الكهربائي، ثم ندخلها إلى هذا صندوق التروس، هذا المحرك، هذا صندوق التروس. لذلك يوجد هنا ثقب في هيكل أو بدن صندوق التروس، نضع فيه مسمار، هذا مسمار أو عود أسنان، عود تنظيف الأسنان طول 4 سنتيم، وفي مخرجه نضع القطعتين الباقيتين اللتين فيهما ثقبان صغيران بقطر 3 ملم، نعمله ببرينة 3 ملم، ثم نضع براغي أيضا بقطر 3 ملم مع نتات صامولات، وأخيرا نضع ذراعين، نقطع ذراعين هذا الذراع بطول 8 سنتيم، ونعمل ثقبين، ثقب علوي وثقب سفلي المسافة بينهما 2 سنتيم هكذا. المفروض نهاية الذراع نضع شكل حذاء، لأن هذا الربط المفروض أنه يمشي، لكن لم أكمل الصناعة بعد، فأصبح من الربط يمشي إلى الربط يزحف. مع وضع حافظة بطاريات 2.5 فولت يصير 3 فولت، فلصقها على بدن المحرك، وربط الأسلاك الموجب بالموجب والسالب بالسالب، فتحصل حركة هكذا.